نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفقدية بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، ابتداها بتفقد مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل. امبارح أيضا وخلال جولته بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بتفقد مشروع ألواح فيو في مدينة نصر بمحافظة القاهرة. تعالوا نشوف تفاصيل عن هذا الأمر خلال هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام امبارح بجولة تفقدية بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، استهلها بتفقد مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل. وأكد رئيس مجلس الوزراء إن الدولة بتولي اهتمام كبير بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة، وبيأتي تنفيذ هذه المشروعات بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، وده في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق خدمية تؤدي خدمات متكاملة للمواطنين. كمان امبارح وخلال جولته بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقه بتفقد مشروع الواحة فيو بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي جميع احتياجات المواطنين وتناسب مختلف شرائح الدخل ضمن مخططات التنمية اللي وضعتها الدولة، واللي بتستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بما يسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الحياة للمواطنين. أيضاً امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء اللي نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، وشددت على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي مع استمرار جميع إداراته ومسؤولي من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه. كما أشارت إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير باعتباره رمز ديني وتاريخي هام. امبارح وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية إنها استضافت على مدار 3 أيام الاجتماعات السنوية للدورتين 57 للمجلس التنفيذي وال 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وده بمشاركة عدد من وفود الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية اللي بتعقد للمرة الأولى في مصر تأكيداً ورغبة من المشاركين في تفعيل العلاقات الثنائية مع الدولة المصرية للاستفادة من الخبرات التراكمية في مجال الحماية المدنية، وأيضاً لكون مصر من أقدم دول العالم تأسيساً لمرفق الحماية المدنية ومن أوائل الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة، وترأست أول اجتماع للجمعية العامة اللي أقيمت بفرنسا عام 1966.